إذا أراد الإنسان أن يتزوج امرأة، هي معايير تخص اختيار الزوجة ومعايير تخص اختيار الزوج، فالزوجة لها الحق. لكننا في هذه الحصة نتكلم عن بعض المعايير لأن ربما الوقت لا يتسع. هذه الإنسان إذا أراد أن يتزوج لابد أن يضع شروط، سميها معايير، في الزوجة التي يريد أن يتزوجها، ليتزوج كائنا من كانت. لا، والمعايير هذه شرعية في الحقيقة. أولى هذه المعايير أن يبحث عن امرأة ذات خلق ودين. فالمرأة المتدينة في هذا الزمان درة ثمينة، من فاز بها عليه أن يجعلها بين رموش عينيه وفي أعماق قلبه، يخبئها لأنها كنز، هي التي تربي الأولاد والتي تنسق العلاقات بين الجيران والتي تحفظ مالك وتحفظ شرفك وتحفظ سرك إلى آخر ذلك. فهي مدرسة، المرأة المتدينة مدرسة بأتم معنى الكلمة. أن تكون ذات خلق وذات دين، محتشمة، صاحبة حياة، ولا المثل في موسى عليه السلام لما تزوج بنت صالح مدين، يعني تزوجها لمالها، لحسبها، لنسبها، لجمالها، والله لا، تزوجها لشيء واحد، شيء واحد جذب موسى في هذه المرأة له هو الحياة، رأها حيية، جاءته تمشي قال القرآن على استحياء، ولم تتكلم معه ولم تسأله، وإنما تكلمت بقدر الحاجة، فقالت إني أبي إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، كلمتين. ثم عرضت بأنها تحبه وتريده لولدها، فقالت يا أبي استجره إن خير من استجرت القوي الأمين، وإذا استجره سيسكن معهم، وإذا سكن معهم لابد من الزواج لأنه لا يصح، فهو أجنبي لابد أن يكون محرم. وتزوجها من أجل الحياة، من أجل هذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف الذي رواه أبو هريرة وغيره وعبد الله بن عمر وغيرهما، تنكح المرأة لأربعة: لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالإنسان، هذا الحديث يبين لنا مقاصد الناس في الزواج، هذه مقاصد المخلوقات أربعة: هناك من يتزوج المرأة لجمالها، يبحث عن الجمال، هناك من يتزوج المرأة لحسبها بنت سيفلان وسيفلان، هناك من يتزوج المرأة لدينها، وهناك من يتزوج المرأة لمالها وجمالها وحسبها. ولكن نقول بأن الجمال إذا لم يكن له دين يضبطه، كان إذا كان الجمال له دين يضبطه فهو مغنم، وإذا لم يكن له دين يضبطه فهو مغرم. والحسب إذا كان له دين فهو نعمة، وإن لم يكن معه دين فهو نقمة. والمال، الثراء بدون دين هو طغيان وفتنة، وثراء مع الدين هو رحمة وتواضع ونعمة ونفع في الدنيا والآخرة. لكن أقول بأن أن تختار ذات الدين، فإن ذات الدين يكون فيها المال والحسب والجمال، فيها كل شيء، لأن الرسول حث عليها فقال فاظفر، فوز، ففز بذات الدين.